الآن إلى كلمة صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداهو السيدي ولي العمر طالب، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، معالي الوزير الأول، السيد رئيس الجمعية الوطنية، السيد زعيم المعارضة الديمقراطية، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، فضيلة الأمين العام لهيئة العمال الموريتانيين، أصحاب الفضيلة العلماء، السادة المثقفون، أصحاب الفكر والقلم، أيها الجمع الكريم، إنه لمن السوانح الرائقات أن يتجدد هذا اللقاء بكم في هذا اليوم المبارك الذي يشهد الاحتفاء بحملة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فخامة رئيس الجمهورية، إن اهتمامكم البالغ بالوفاء بالتعهدات التي جعلتموها ميثاقاً بينكم وبين الشعب الموريتاني كان جلياً مبارزاً من أول يوم، فكانت أوامركم عازمةً وحازمة لم تفت فيها الظروف القاهرة التي تعرضت لها البلاد في سياق عالمي ضمن أزمة كوفيد، حيث ظلت إرادتكم الصادقة التي تتحدى عاتيات الصعاب بسكينة لا ضجيج فيها ولا صخب، سنداً قوياً بعد الله تعالى لنا في قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الذي قطع خطوات متقدمة في الوفاء بالتعهدات المتعلقة به. لقد تعهدتم في برنامجكم الانتخابي على وجه الخصوص بتعزيز ودعم المحاضر، وكان للوفاء بهذا التعهد روافد عديدة، من ضمنها هذه الجائزة الفريدة من نوعها في العالم الإسلامي بشهادة كبار العلماء داخلياً وخارجياً، وهي الجائزة التي تتشرف اليوم بترأسكم لحفل توزيع جوائز نسختها الثانية. صاحب الفخامة، لا شك أن المحضرة الموريتانية التي هي صانعة مجد هذه الربوع ورافعة ذكرها بين العالمين قد أسدت بعلومها الجمة وقيمها السمحة لجميع الأمة جيلاً بعد جيل وخلفاً بعد سلف، إحسانها الوافر وعطاءها الزاخر، لكنكم بإنشاء هذه الجائزة المباركة تعاملتم مع المحضرة بمقتضى قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكنكم بإنشاء هذه الجائزة المباركة تعاملتم مع المحضرة بمقتضى قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فترنمت إشادة وإنشادا: يا أيها المحسن المشكور من جهتي والشكر من قبل الإحسان لا قبلي، ناديت مجدك في شعري وقد صدرا، يا غير منتحل في غير منتحلي، لأن حلمك حلم لا تكلفه، ليس التكحل في العينين كالكحل. إن هذه الجائزة تشكل وفاءً لإرث علمي تاريخي مجيد لهذه البلاد، وعملاً على استمرار العطاء المحضري الفريد، وإكباراً لأهل العلم وتحفيزاً لطلابه، واحتضاناً لقرائحهم وهممهم العالية، ويفوق ذلك تشكل حفاظاً على بيضة الإسلام الذي تضرر كثيراً من تصدر غير المؤهلين لمنابر الفتوى والإرشاد، فتصدر هؤلاء هو أول شرارة للانحراف الفكري والغلو وإشاعة الفتن والتضليل. والعمل في هذا السياق يدخل في إطار تعهدكم التأطير الذي قلتم فيه بالحرف: إن الدفاع عن شريعتنا الغراء وقيمها السمحة الحقة التي يطبعها التسامح سيبقى المبدأ المحرك الذي يوجه مجمل نشاطي، ولن أقبل أي انتهاك لهذه القيم، كما سأرفض في الوقت ذاته أي توظيف منحرف لديننا الذي يشكل العروة الوثقاء الضامنة لوحدتنا الوطنية. انتهى الاستشهاد. صاحب الفخامة، إن هذه الجائزة استطاعت أن تفرز من خلال مسابقتها العلمية الكبرى علماء شباب المتمكنين نحتاج علمهم وفهمهم وسعة وفقهم وانتصابهم قدوة علمية ملهمة لأجيال اليوم،
وحصنًا منيعًا أمام عواصف التطرُّف والانحراف الفكري المتولِّد من العاطفة الدينية غير المتفقِّهة. فهؤلاء الفائزون يمثلون بحقٍّ وبشهادة كوكبةٍ من كبار العلماء أشرفت على التصحيح بكل نزاهةٍ وشفافية مخرجات المحضرة الشنقيطية ذات الأفق الرحب والفنون المتشعبة التي فيها تجمع سيبويه ويوسف والكاتبي والأشعري وأشهب. سيدي رئيس الجمهورية، إنه لمن دواعي الغبطة والسرور حقا مبادرتكم الكريمة ضمن هذا الحفل بتوشيح شخصية علمية كبيرة جمعت بين الأصالة والمعاصرة ومزجتهما مزاجا ينبئ عن عبقرية فذة ستبقى مصدر إلهام فريد في هذه الربوع. إنها شخصية العلامة الدكتور محمد المختار والباه الابن البار للمحضرة الشنقيطية التي تشبع من علومها ونهل قبل أن ينال على الشهادات من أرقى الجامعات الدولية، وهو الكاتب والمؤلف الذي أتحف المكتبات الإسلامية والعالمية بروائع الكتب وترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية ترجمة اعتبرت من روائع الترجمات، وكانت له بصماته الخالدة على مختلف مناحي الخدمة الوطنية. فهنيئا لكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه اللفتة الكريمة، وهنيئا للدكتور محمد المختار واللباه بهذا التوشيح المستحق، وهنيئا للفائزين العلماء الشباب بهذا التألق والتفوق، وهنيئا لنا جميعا وللوطن بهذا المشهد الذي يبعث الشعور بالفخر والاعتزاز الوطني. وفي الأخير يختم بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.